اتعرف عليك. حماده توني زكي. حماده توني زكي. احنا في لجنه ايه النهارده؟ المدرسه 6 اكتوبر. خدت خلاص؟ اه الحمد لله. والاداء عامل ايه؟ لا كويس، ونظام مش كويس، وفي ادميه، ومفيش حاجه من اللي احنا بنسمع عنها دي، خناقات ومشاكل زي ما انت شايف حضرتك. خدت قبل كده؟ اه. لا يا اسر، اول مره انتخاب ياسر. اه. ايه اللي نزلك الموبايل؟ عشان حسيت ان صوتي هيبقى مسموع. عايز اعرف انت رشحت مين؟ محمد موسى. نعم. البرنامج بتاعه كويس، والمجموعه الاستشاريه اللي معاه متكامله، والحزب بتاعه ماسك مجلس الشعب، يبقى في تواصل بينهم، ان هم يبقى في اتفاق، مش هيبقى في اختلاف بينهم وبين لو جه حد تاني يبقى في اعتراض مع مجلس الشعب ويفضل في مشاكل بينهم هما الاثنين. العفو. تعرف عليك يا حاج. ربنا يخليك. محمد عبد العليم. عندك كام سنه يا حاج؟ 72. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. نزلت الانتخابات النهارده؟ خلصت انتخابات؟ الحمد لله. والاداء عامل ايه؟ تمام 100 100 الحمد لله. وقفت كتير؟ حد ضايقك؟ انا عارف الجو حر النهارده. لا مفيش حد ضايق ولا حاجه، بس هو الجو اللي حر بس. ربنا يديك الصحه. انما ناس كويسين والحمد لله، وربنا يعدي على خير ان شاء الله. اتفضل يا حاج، تعالى تعالى. انت نزلت انتخابات قبل كده يا حاج؟ انا نزلت مره واحده من ايام السادات. اه ما نزلتش تاني؟ لا. يعني انت النوبادي نازل بقى بعزيمه ليه كده؟ بعزيمه عشان البلد تستقر وتبقى تمام. طب انت خلاص انتخبت، عايز اعرف بقى انت انتخبت مين؟ الله لا ده بقى يعني. ما هو انت خلاص خلصت وبعيد. ما هو الحمد لله. يعني كنت عايز اعرف عشان انا استفيد. لا اللي ربنا ريت بيه. هو الاخير. ما هو الاخير خالص. الاخير خالص. انا مرسي. ان شاء الله. ربنا يخليه. الله يبارك. ولادك نزلوا يا حاج؟ اه في البنات كلهم راحوا المدرسه اللي عندي بولا. مدينه عامر. وكلكم على مرشح واحد؟ ما اعرفش والله بصراحه، ما سالتهمش والله. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك ان شاء الله. الله يسلمك.